الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكسار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم، فاز بالفضيلة في دنياه في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره، فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح، يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية،
وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها وتمكنت يعني منها آراء الرجال، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل، فلم تنتفع منها بصالح الغذاء. وعجبا لها، جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها، ومقبولها ومردودها، وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان. كلا إخواني، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها، والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها. يعني وهيهات هيهات، أين السها من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم، وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع، أين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر، وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات، إلى النصوص التي لا تزول إلا إذا زالت الأرض والسماوات. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الزخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. وها نحن مع القرآن وسورة الفرقان، وقول الله عز وجل يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني ليكون للعالمين نذيرا. ونكمل الكلام مع قول الله عز وجل نذيرا، يعني كما قال الإمام القرطبي يعني في جامعه، نذيرا أي الذي أرسلني هو مالك السماوات والأرض، الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يحيي ويميت. وقال الإمام القرطبي في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، اسم يكون فيها مضمر يعود على عبده، يعني يعود تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني ليكون للعالمين نذيرا، وهو أولى لأنه أقرب إليه، يعني ويجوز أن يعود على الفرقان، يعني إما يكون من النذير، إما الفرقان، وإما يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الإمام القرطبي، وقرأ عبد الله بن الزبير كما وضحنا على عباده والجمهور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ده قراءة الجمهور. أما قراءة عبد الله بن الزبير على عباده، ويقول أنذر إذا خوف، ويعني قد تقدم تفصيل فيه في سورة البقرة كما يقول الإمام القرطبي. والنذير المحذر من الهلاك، ليكون للعالمين نذيرا أي محذرا من الهلاك،
الجوهري يقول: والنذير المنذر والنذير الإنذار، والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسولا إليهما ونذيرا لهما، وأنه خاتم الأنبياء يعني، ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح عليه السلام، فإنه يعني عم برسالة جميع الإنس بعد الخلق، لأنه بدأ به الخلق، واضح، ليكون للعالمين نذيرا يعني، واضح إخواني يعني، ليكون يعني للعالمين نذيرا، واضح يعني. وكان نقطة مهمة جدا وضحناها بالأمس يا إخوة، يعني في كلام مين بقى، في كلام في التحرير والتنوير للإمام ابن عاشور، عندما تكلم قال نذيرا، طب قال نذير دون البشير، يعني ما قالش نذيرا وبشيرا كما في سورة سبأ، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ليه هنا قال نذيرا بس، ما قالش نذيرا وبشيرا ليه، أو بشيرا ونذيرا ليه كما قال في سورة سبأ؟ لأن المقام هنا مقام تهديد المشركين، إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، فكان مقتضيا لذكر النذارة دون البشارة، يعني وفي ذلك اكتفاء، لأن البشارة تخطر ببال السامع عند ذكر النظارة، هي بتخطر ببالك من غير حاجة. وسيجيء في سورة الفرقان الآية رقم 56: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني واضح. الإمام الطبري يا إخواني يعني بيقول في قول الله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، الإمام الطبري في كتابه تفسير الطبري، يعني تفسير إيه الطبري، يقول فيه الإمام: ليكون للعالمين نذيرا، ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذي بعثه الله إليهم داعيا إليه نذيرا، يعني منذرا، ينذرهم عقابه يعني، ويخوفهم عذابه إن لم يوحدوه ولم يخلصوا له العبادة، ويخلع كل ما دونه من الآلهة والأوثان. قال الإمام النسفي رحمه الله في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، ليكون العبد أو الفرقان، وكذا زي ما اتفقنا يعني، نفس كلام إمام ابن كثير، كل يعني أغلب الناس بيقولوا كده يعني ليكون للعالمين نذيرا، يعني مين نذير؟ العبد النبي صلى الله عليه وسلم أو الفرقان للعالمين الجن والإنس، كما يقول النسفي. وعموم الرسالة من خصائصه عليه السلام: نذيرا أي منذرا أي مخوفا أو إنذارا كالنكير بمعنى الإنكار، ومنه قوله تعالى في سورة القمر: فكيف كان عذابي ونذر. قال الإمام عبد الحق في كتابه ابن عطية، عبد الحق ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز، يعني ليكون للعالم نذيرا، ليكون يحتمل أن يكون لمحمد، ده كلام الإمام عبد الحق صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا. الإمام عبد الحق بيقول يا إخوة يعني ليكون، أي يحتمل أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني، وهو عبده المذكور، وهذا تأويل ابن زيد، ويحتمل أن يكون للقرآن. وأما على قراءة عبد الله بن الزبير، يعني ابن الزبير اللي هي إيه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على قراءة عبد الله بن الزبير على عباده، فعلى قراءة ابن الزبير على عباده يبقى القرآن، يبقى واضح، ليكون للعالمين نذيرا اللي هو مين؟ القرآن، لا يحتمل غير ذلك في قراءة عبد الله بن الزبير، يعني واضح، إلا بكره. وقوله تعالى: للعالمين عام في كل إنسي وجني، أعصره أو جاء بعده، واضح. وهذا مؤيد من غير ما موضع من الحديث المتواتر وظاهر الآيات. والنذير المحذر من الشر يعني، والرسول من عند الله نذير يعني، وقد يكون النذير ليس برسول كما روي في ذي القرنين، وكما ورد في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجن، فإنهم نذر وليسوا يعني برسل. أما قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واضح؟ فقدره تقديرا. يعني يبقى هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى انتهينا من تلك الآية. الآية التي تليها: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير. قال الإمام الطبري في تفسيره قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض. تبارك الذي يعني هنا الذي هنا الذي تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي له ملك السماوات والأرض. كأن ذلك يعني الذي له سلطان السماوات والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاؤه ويمضي في كلها أحكامه. يقول: فحق على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته ومن في سلطانه ولا يعصوه. تاني: يبقى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الإمام الطبري في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض. خلي بالك من دي، يعني واضح؟ يعني الذي له سلطان السماوات والأرض ينفذ في جميعها ما أمره، جميعها أمره وقضاؤه ويمضي في كلها يعني أحكامه. يقول: فحق على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته ومن في سلطانه ولا يعصوه. يقول: فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس. واضح؟ يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك تبارك الذي له ملك السماوات والأرض. يعني يبقى هنا: فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس واتبعوه واعلموا أن ما جاء به من الحق. يعني واضح إخواني؟ يعني الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ما زلنا مع الإمام الطبري، يقول تكذيبا لمن أضاف إليه الولد وقال الملائكة بنات الله، ما اتخذ الذي نزل الفرقان على عبده ولدا، ما اتخذ الذي نزل الفرقان على عبده ولدا. فمن أضاف إليه ولدا فقد كذب وافترى على ربه ولم يكن له شريك في الملك. يقول تكذيبا لمن كان يضيف الألوهية إلى الأصنام، يعني إلى من؟ إلى الأصنام ويعبدها، يعني واضح، من دون الله، من مشرك العرب. ويقول في تلبيته: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كذب قائل هذا القول، ما كان لله من شريك في ملكه وسلطانه، يعني فيصلح أن يعبد من دونه. يقول تعالى ذكره: فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أفردوا من؟ أفردوا الألوهة وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدون من دونه من الآلهة والأصنام والملائكة والجن والإنس، فإن كل ذلك خلقه، يعني فإن كل خلقه وفي ملكه، فلا تصلح العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. وقوله تعالى وخلق كل شيء، يقول فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل فيه ولا تفاوت. كلام واضح. قال الإمام النسفي الذي رفع على أنه خبر: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خبر الذي، ها، الذي تبارك، ها، تبارك الذي، الذي تبارك الذي، وبعدين الذي، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي يعني الذي الذي له ملك السماوات والأرض. الإمام النسفي يقول الذي رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو على الإبدال من الذي نزل. واضح؟
وجوز الفصل بين البدل والمبدل منهم بقوله ليكون، واضح؟ تعليل له، ليكون للعالمين، ليكون للعالمين نذيرا، يعني واضح، يعني وجوز الفصل بين البدل والمبدل به بقوله ليكون تعليل له، فكأن المبدل منه لم يتم إلا به، أو نصب على المدح، له ملك السماوات والأرض على الخلوص الكامل، واضح، ولم يتخذوا ولدا كما زعم اليهود والنصارى في عزير والمسيح عليهما السلام، ولم يكن له شريك في الملك كما زعمت من الثانوية، عارفين الثانوية؟ الثانوية اللي هم أصحاب الاثنين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس، فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه، وهؤلاء يعني قالوا يعني يت يعني قالوا يعني قالوا يتساويان في القدم، واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح، وكما قال ذلك الشهرستاني في الملل والنحل للشهرستاني، يعني وطبعا فرق الثانوية إخواني المنوية والمزدكية والديطانية والعرق والعرق العرقيونية والكينوية والصيامية والتناسخية، واضح إخواني؟ يقول كما زعت الثانوية وخلق كل شيء، أي أحدث كل شيء ووحده جل وعلا، لا كما يقول المجوس والثانوية من النور والظلمة، يعني ويزدان وأهرم، دول قالوا تبع النور وده تبع الظلمة، ولا شبهة فيه لمن يقول إن الله شيء، ولا لمن يعني يقول بخلق القرآن، واضح؟ يعني لأن الفاعل بجميع صفاته اللي يكون مفعوله، على أن لفظ شيء اختص بما صح أن يخلق قرينة، وخلق، وهذا أوضح دليل لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد، فقدره تقديرا فهيأ لما يصلح له بلا خلل فيه، كما أنه خلق الإنسان على هذا الشكل الذي نزله فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في الدين والدنيا، أو تقديره للبقاء على أمد قصير معلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.